شوف احنا بدأنا امتى؟ نروح بقى 7-8 دلوقتي يا جماعة. الحصة اللي فاتت اتفقنا عليها دي. الحب بتاع سعادتك بيمتلك عظمتين اهو. واحدة يمين وزيها شمال. العظمتين بيتقابلوا مع بعض اهو. طب ما احنا خدنا قبل كده اي عظمتين بيتقابلوا مكان المقابلة بنقول عليه جوين مفصل. طبعا يا جماعة المقابلة دي في خط النص اهي، حاجة يمين وحاجة شمال هيتقابلوا اكيد في النص. المفصل ده سميناه الحصة اللي فاتت سيمفيزيس بيوبس. وساعتها قلت لك كلمة سيمفيزيس يعني في النص. أي مفصل في النص لازم نقول عليه سيمفيزيس. طب أمال بقى يا دكتور بيوبس ليه؟ لأن تلك العظمة تسمى بيوبس. تعالوا نشوف الصورة. السيمفيزيس بيوبس اهو، يبقى العظمة دي البيوبس. لازم ما تفوتش الفرصة ما دام انت عرفت ان دي عظمة البيوبس، يبقى التيوبركل ده ندور صغير اسمه بيوبك تيوبركل، مش في العظمة. الخط الواضح ده اسمه بيوبيك كريست، ما هو في العظم. بعد كده قلت لك ما دام ده خط النص اطلع معايا لقينا الصورة في بطننا حصل، وبعد كده لقيت الاسترنم اهو، وطبعا اخر ضلع من ال 12 بيمسك في الاسترنام هو رقم 7. يبقى ده 7 6 5 وانت طبع. بعد كده بدأت ارسم عضلة كانت لازقة في خط النص. أنا قلت موجودة في خط النص، والله ما حصل. بقول لازقة في خط النص. العضلة أهي اللي لازقة في خط النص أهي. العضلة دي وأنا برسمها قبل كده الفايبر بتاعتها كانت ستريت مستقيمة. قول أي حاجة مستقيمة بنقول عليها ريكتس. يبقى العضلة دي اسمها ريكتس، ما هي مستقيمة وموجودة في بطننا. كلمة بطني يعني أبدومين، فبنسمي العضلة دي ريكتس ابدومينس. ايه اسمها؟ ريكتس ابدومينس. ايه العضلة دي؟ ربنا خاف عليها فقرر يحطها جوه الغلاف. سميناها الحصة اللي فاتت ريكتس شيس اهو، غلاف. كلمة غلاف يا جماعة يعني في حتة من الشيس قدام العضلة أكيد، وحتة من الشيس
والعطف. امال هيبقى غلاف ازاي؟ يبقى انا متوقع جزء من الغلاف قدام العضلات اسمه انتيريور وول اوف ريكتال شيس، وجزء من الغلاف ورا العضلات يبقى اسمه بوستيريور وول اوف ريكتال شيس. حقي انا بقول لك لو سمحت تساعدني، العضله ايه والغلاف موجود، جالي مزاج دلوقتي اشوف البوستيريور وول اوف ريكتال شيس اعمل ايه؟ انا بقول لك العضله ايه والشيس موجود قدامها وحته من الشيس وراها، انا بقول لك انا عايز اشوف حته الشيس اللي ورا العضله اعمل طبعا هشيل الانتيريور وول بتاع الشيس الاول، وبعد كده لازم اشيل العضله، وفعلا قدرت اشيل العضله اهي، شلتها. بعد ما انت عملت كده تستطيع رؤيه البوستيريور وول اوف ريكتال شيس. اهو البوستيريور وول اوف ريكتال شيس اهو شبه العضله. انت يا دكتور عايز تشوف البوستيريور وول بالذات، لقيت في نصه بالظبط خط بيبقى كيرفت اهو، خط كيرفت اهو. في يوم من الايام هتعرف اهميه الخط ده، أين يوجد هذا الخط؟ ما تقوليش بقى في ريكتال شيس بقى، مش كل اللي أنا شلته ده ويبقى في ريكتال شيس. في البوستيريور وول أوف ريكتال شيس وتحديدا الميدل بارت. الخط ده شايفين يا جماعة كيرفد إزاي؟ النجار عنده كذا نوع من المنشار، في منشار بنعمل بيه الخشب كده اللي احنا بنشوفه في الشارع ده، وفي منشار كنا حتى بنستخدمه في المدرسه في حصص بقى احلى حصص في المدرسه، المجال الصناعي والمجال الزراعي احلى حصص. سبحان الله. الا منشار السلاح بتاعه بيبقى واخد كيرف زي الخط ده. المنشار ده كنا بنعمل بيه اشكال في الخشب. المنشار ده كان اسمه اركت. اسمه اركت. عشان كده الخط الكيرفت ده ما دام شبه المنشار هسميه على اسمه اركت لاين. لو انت بصيت له من تحت يبان مقعر. اه والله اهو، والله العظيم من تحت مقعر اهو، صحيح كن كيف اهو. وهذا من الخط يستحق لقب اركتلاين. يبقى من هنا ورايح اما اقول لك انا عايز الاركتلاين تدور عليه فين؟ في البوستيريور وول بتاع مين؟ فين بالظبط؟ في الميدل بارت. شكرا، دي اول معلومه كنت عايزها. بعد كده ركز قوي بقى معايا بعد اذنك شباب. لا لا مش عايز كلمه يا جماعه لو سمحت. هي العظمه دي كان اسمها ايه صحيح؟ العظمه بيوبس التيوبيركل ده سميناه ايه يا جماعه؟ بيوبك تيوبيركل. حصل؟ الحصه اللي فاتت ده
بدأت أتفرج على العظمة أكتر. البيوت صحيح كان في عظمة بقى فوق أهي. كل دي سميناها اليك، يبقى دي اسمها بيوبس ودي اسمها اليا. انا عزت منها حته واحده بس، اهي حته ده. انت وضميرك، انت وضميرك موجوده قدام ولا ورا؟ قدام. يبقى اسمها انتيمي. موجوده فوق ولا تحت؟ فوق. يبقى اسمها انتيريور سيبيريور. ما دام طب هي تعتبر جزء من البيوبس ولا الاليا؟ انتيريور سيبيريور اليا. هي شوفها يعني ايه يا جماعه؟ سميتها الحصه اللي فاتت انتيريور سيبيريور اليا سباين، واديناها اختصار اسمه. كان اسمه ايه؟ بيسايس. انتيريور سيبيريور اليا سباين. بعد رؤيه العين مفيش كلام. شايفين يا جماعه العظمه دي بتبقى فوق البيوبس ازاي؟ اهي. ففعلا بدأت ارسمها فوق البيوبس اهي. العظمة اهي وسميناها اس اي اس. روعة. من رائع يقول العضلة اللي انا مسحتها من شوية اللي كانت لازقة في خط النص اللي سميناها ريكتس ادومينس كلنا شفناها يا جماعه صح؟ مين بقى يفكر هنا كان في كم طبقة للدرج؟ أربعة. ربنا كان يخلق هنا في اللاترال أربع عضلات، سوري أربع طبقات. أول طبقة في الأربعة أهي، أول طبقة في الأربعة كانت تحت الجلد على طول وواخدة اللون الأزرق أهو. ما دام تحت الجلد على طول يبقى اسمها اكستر. الفايبر بتاعتها كنت برسمها ميلة، فلازم يبقى اسمها اكسترنال اوبليك. معنى كده ان العضلة رقم واحد اسمها اكسترنال اوبليك كانت موجودة يا جماعة في المكان ده كله. العضلة دي نمرة واحد ربنا كان بيخلق فيها فتحة. ايه الفتحة اللي في العضلة دي؟ ايه فتحة مثلثة الشكل تريانجولار ان شيب، على ما اتذكر سميناها سوبرفيشال انجوينال رينج. ليه يا دكتور الاسم ده؟ فاكر انا بعيد الحصه اللي فاتت ده؟ اه سوبرفيشال عشان موجوده في الطبقه رقم واحد لازم يبقى اسمها سوبرفيشال، ورينج يعني فتحه او حلقه. امال بقى يا دكتور انجوينال دي يعني ايه؟ قول. منطقة البطن هنا والطرف السفلي هنا، المنطقة اللي بين بطنك والطرف السفلي
تستحق لقب هندوينة. فأي حاجة في المنطقة دي بنقول عليها يا جماعة هندوينة. إذن الفتحة دي تستحق لقب سوبرفيشيال هندوينة. حصل من شاطر يفكرني، الفتحة دي علاقتها ايه بالبيوبك تيوبركل يا جماعة؟ كانت فوقيها صح، ولاترال ليها صح، ايه فوقيها وفي نفس الوقت لاترال ليها. امشي بقى اروح ولا لازم اقول كلمة؟ جزم، لان انت لو قلت فوقيها انا هرسم لك العرض التاني في الارض، ولو حد سالني اقول وحياه ربنا فوق التيبان وابقى صادق. لازم تقول جاست اباف اند لاترال للبيوبك تيوبان. ده مش كده وبس، لو سمحتوا تسمعوا معايا بس قبل ما تسمع، الفتحة دي موجودة في عضلة اسمها ابن يوردزان external oblique muscle، تعتبر الطبقة رقم كام في الأربعة؟ واحد. نفس العضلة، نفس العضلة كانت بتقدر تكون الليجامنت ده. من رائع يقول لي الليجامنت ده نمرة واحد يستحق لقب انجوينا الليجامنت. مش انا لسه قايل المنطقة دي اسمها انجوينا؟ من العضلة المسؤولة عن تكوينه؟ الاكسترنال اوبليك، اللي هي العضلة رقم واحد. يبقى ما مش مهم ارسم العضله تاني، اقسم بالله مش مهم. مطرح ما تلاقي الليجامنت يبقى العضله موجوده. مش هي يا ابني اللي بتكونه؟ يبقى المساله مين العضله اللي هنا لازم تقول لي اكسترنال اوبليك؟ طب هنا اكسترنال اوبليك. طب هنا بقى برضه اكسترنال اوبليك. مطرح ما الليجامنت موجود يبقى الاكسترنال موجود، لانها المسؤوله عن ايه يا جماعه؟ تكوين. رائع. وسمينا الليجامنت ده انجوينا الليجامنت. بعد كده قلت لك لو سمحت تسمع معايا الاربع طبقات. يلا يا جماعه مع بعض، الطبقة الزرقاء اللي بره رقم واحد لسه مسميها ايه يا جماعة؟ اكسترنال اوبليك. لو سمحت تشيلها اهي يا راجل بقى، بقول لك اللي قدامها اسمها اكسترنال اوبليك، يبقى اجيب العضلة البيضاء اسمها internal oblique. حقي. طب لو سمحت تشيلها. العضلة التالتة الفايبر بتاعتها بتمشي بالعرض، يبقى اسمها ترانسفيرس. سميناها ترانسفيرسس ابدومينس. كده انا وريتك هنا تلات عضلات بس الاتفاق ان هم اربع طبقات، يبقى انت فاضلك طبقه. الطبقه الرابعه كانت فاشيه. ايش يا في الاسم ده؟ كان اسمها فاشيه ترانسفيرساليس. طب حد بغض النظر عن الهزار اسمها ترانسفيرساليس ليه؟ عشان الطبقة اللي قبليها على طول اسمها ترانسفيرس.
يبقى لازم الطبقة الرابعة يبقى اسمها فاشيا ترانس. ايه يا جماعة؟ فيرسيس. طب هي الطبقة الرابعة دي تعتبر اكتر طبقة في الاربعة سوبرفيشال ولا كيف؟ الطبقة دي برضو الحصة اللي فاتت برضو كان فيها فتحة، وما تنساش ان انا لسه قايل لك فتحة دلوقتي. الفتحة اللي انا قلتها في اول الحصة واحد كان شكلها ايه؟ تريانجولا. واسمها ايه؟ سوبرفيشال انجوينر رين. الفتحة اللي في الطبقة رقم اربعة الاخيرة كان مكانها تقريبا، ما بقولش بالظبط، كان عند نص الليجامنت تقريبا. اهي فتحة كانت راوندد ان شيب مدورة. يا راجل بقول لك في الطبقة العميقة اللي جوه اسميها سوبرفيشال ولا ديب يا جماعة؟ وفعلا سميناها ديب انجوينر. يعني تمتلك واحدة اسمها سوبرفيشال انجوينر رينج وواحدة اسمها ديب انجوينر. ايه يا جماعة؟ رينج. اقسم بالله اللي انا عامله في الرسم ده اسمه استعباط. ليه؟ في نفس الصورة هتشوف واحدة في أول طبقة سوبرفيشال، وفي نفس الصورة تشوف أكتر طبقة عميقة. ليه يا أخويا؟ الرجل الخارق. أيوة اسمه استعباط. ما ينفعش أشوفهم في نفس الصورة، وأنا بحب الاستعباط. ربنا بدأ يخلق كنل. طبعا اكيد قدامها عبرة. انت فاكر الكنل كده نظيفة وحلوة ولذيذة زي ما انا اسف؟ امال يا ابني الاربع طبقات راحوا فين؟ خاصة ان كده الكنل بدأت ارسمها من عندي. الديب انجوينر رينج لغاية مين يا جماعة؟ السوبرفيشال. الكنال دي بما يرضي الله استريت ولا اوبليك؟ اوبليك. يا راجل لما ارسمها كده، يا راجل لما ارسمها كده اتجاهها يبقى داون اند لاترالي ولا داون اند ميديال؟ داون وميديال. معلومات ببلاش دي انا بعتبرها ببلاش. الجنل دي لقيته بيقول لي سلندريكال انشيب، يعني شبه الاسطوانة. طب ما فعلا شبه الاسطوانة. الجنل دي طولها حوالي 4 سنتي. انا ليه يا جماعة بقول حوالي؟ اصناف الميل بصراحة بتبقى أطول وأوسع. الكنال دي في الميل أطول وأوسع. على فكرة بقى المنطقة دي هناخدها كلها بعد كده إن شاء الله بما فيها الحب وكله، كلها بتبقى أوسع في الفيميل عشان الولادة، حتى الحوض كمان اوسع. الا دي الكنال دي اطول في الميل واوسع في الميل. طبعا الكنال دي تستحق لقب انجوين الكنال. اسميها ايه؟ دكتور. دكتور هو الانجوينا الكنال دي يا دكتور اتخلقت ليه؟ اصح؟ كانش ليها لازمه. ايه دي؟ واحد
بيمشي فيها عصر. لسه هناخده بالتفصيل. تعالى برسمه لك مؤقتا. العصب اهو. انت وضميرك دخل الكنل ولا ما دخلش؟ دخل. انا رايي نسميه انجوينا النيرف. ده رايي. قال اصطبر بس بالله. قلت له عايز ايه؟ من رائع يقول هو بدا عند عظمه اسمها ايه؟ لا العظمه نفسها اسمها ايه؟ الياء. فبنسميه اليو انجوينا النيرف. يبقى العصب ده اسم على مسمى. ما دام بدا عند الاليك بقول عليه اليو. ما دام دخل الكنل يبقى اسمه اليو انجوينا النيرف. دكتور يعني انت دكتور عايز تقنعني بكل دي عشان النيرف ده؟ اكيد لا. النيرف ده موجود في الجنسين، يعني موجود في الميل وموجود في الفيميل. يبقى انت تقدر تقوله موجود في الميل وموجود في الفيميل. طب وايه الدليل؟ ربنا بيخلق حبل جوه الكنل دي، ودي اهم فايده للكنل. الحبل اهو، ادي الحبل اللي ربنا خلقه بعظمته اهو. لو انت بصيت، مين قال لك ان انا رسم الحبل كله؟ ده انا راسم الحته اللي في الجبل بس. واضح من الرسمه ان الحبل بدا عند الديب انجوينا الرينج، ودمه نازل زي الكنل بالظبط لغايه ما يطلع منين يا جماعه؟ من السوبرفيشال انجوينا الرينج. طب وبعدين ايه؟ اقول لك وبعدين ايه؟ الحبل طلع اهو، واضح ان هيخبط في عظم الحوض، يمشي وراه، فما عدناش هنشوفه لانه بقى ورا عظم الحوض. طب وبعدين يا دكتور؟ انا هرسم الحبل لوحده اهو. الحبل اهو قطع المشوار ده كله ليه يا دكتور؟ وكلف نفسه انه استخبى ورا العظم عشان يقدر يتعلق من نهايته الخصية. وكلمة خصية يعني تس تس. اذا الخصية التي تنتج الحيوانات المنوية، هو الحيوان المنوي اسمه سبيرم. يبقى الحبل ده اسمه اسبرماتيك كورد. اسبرماتيك كورد. يبقى لو سألتك الكنل اتخلقت ليه في كلمة، بلاش استعباط وتقول لي بقى اصل فيها نيرف يا دكتور اسمه اليو انجوينال، واقول لك ليه؟ تقول لي اصل بدا عند عظمة الناس واستعباط. مع انه موجود في الكنل على فكرة يا، بس بصراحة الكنل ربنا بعظمته خلقها عشان خاطر الحب اللي اسمه اسبرماتيك كورد. طب وبعدين يا دكتور؟ الحبل ده طبعا يا جماعه مش موجود في الفيميل. طب ومال بقى الكنل اتخلقت في الفيميل دي بقى؟ ما دام الاسبرماتيك كورد مش موجود. اه صحيح.
ربنا هيخلق جوه الجلل في الفيميل حاجه في منتهى الاهميه. حد يعرف كلمه رحم اسمه ايه؟ يدرس الرحم ده. ادي الرحم اهو بهذا الشكل واسمه يدرس. الرحم في يوم من الايام هيبقى جواه طفل او جميل. دلوقتي يا جماعه الولاده من الاخر بتصعب. الضغط في البطن بيزيد خالص. ما هو يا جماعه لازم يزيد عشان يطرد الطفل لبره. ده اللي احنا بنسميه بالبلدي الطلق، اللي بيعمل الم شديد. الطلق هو زياده الضغط داخل البطن وينتج عنه طرد الطفل لبره، وهي دي ولادتي. طب هو يا دكتور معلش الضغط ده بيزيد على الطفل بس؟ لا، بيزيد على كله. طب ما انا خايف من حاجه يا دكتور. انا خايف اما الضغط في البطن زاد مش الطفل بس يتزق لبره، لا والرحم كمان. والله العظيم يطلع معاه بره. ايه المانع؟ اذا كان الطفل ابو 3.5 كيلو طلع بره، هو الرحم ده ان شاء الله وزنه ايه؟ ما يطرد معاه صحيح. لولا رحمه من ربنا حتى دي كانت تعمل مشاكل. تخيلوا يا جماعه الدكتور طالع ومعاه الطفل وبيقابل السوق مبسوط طبعا وفرحان، الف مبروك يا فندم جالك، ربنا رزقك باموره زي العسلات، وعلى فكره ده الرحيم بتاعنا. يعني الكلام مش مقبول. لازم الرحم يمسكه في مكانه لحسن بجد هيطلع مع الطفل. والله العظيم ربنا هيخلق مجموعه من الاربطه هناخدها بالتفصيل في وقت من الاوقات. انتوا اتخلقتوا ليه اربطه؟ عشان نثبت الرحم في مكانه. واحد من ضمن الاربطه اهو، وبرضو هناخده بالتفصيل بعد كده. لو تلاحظ اللي جاب انتباه بدا مدور اهو بس ما كملش مدور. كلمة مدور يعني راوندد. بسمي الليجامنت ده راوندد ليجامنت اوف يوترس. انا بحب الاتفاقات يا جماعه. في المنهج كله لو جبت سيرة الاسبرماتيكوم وقلت لا بقى يا جماعة معلش انا دلوقتي بتكلم على فيميل اوتوماتيك، تقوم شايل الاسبرماتيكوم وتحط لي هذا الليجامنت الذي يستحق لقب راوندد ليجامنت اوف يوترس. اذا الجنسين بيحتوي على نيرف اسمه، كان اسمه ايه النيرف اللي في الاول ده؟ انجوينر ولا ايه؟ ايوه اليو انجوينر، افتكرت. لو بتتكلم على ميل بحط سبرمات الكورد لو سمحت. لو بتتكلم على فيميل شيل السبرمات الكورد وحط راوندد ليجامنت اوف. الحتة بقى اللي جاية أنا هقول لك حاجة قبل ما أشرحها.
لقيت نفسك مش فاهمها. مسألة إمكانيات. أنت إمكانياتك مضوضعة، أنا أعمل لك إيه؟ أوعى تزعل، لا. ابتسم برضه. بس اعرف طول ما أنت ماشي مروح النهارده. أنا مخي ضعيف ومش مناسب للكلية دي. ياع اليأس والحسرة وأنا مروح. بس اوعى تفكر في اللي انا بقول عليه وانت بتعدي الطريق. بتعدي الطريق ركز. هتشيلني مسؤوليتك. لا بعد ما عديت الطريق وانت ماشي بقى. انا مش مناسب للكلية دي. شوف انت تحب تبقى مناسب ولا مش مناسب من الاخر. لو سمح كلنا نسمع مع بعض. الأربع طبقات اللي موجودين لاترال. أنا أقول الرقم وفي ثانية الاسم بصوت عالي. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. فاشيا ترانسفيرسالز. من المسؤول عن تكوين الانجوينا اللي جت الجايه؟ اكسترنال اوبليك. طبعا ما دام انت رسمت البيوبس يبقى ناحيه الهواء ده انتيريور. لان عظمه البيوبس اهي موجوده قدامك. هسالك بقى البوستيريور فين؟ على السبوره. أول الصبور العقل والجسم. كنا خدنا عضلة اسمها اكسترنال اوبليك مسؤولة عن الليجامنت ده. العضلة دي بتنزل بميل. حرام. العضلة الميلة وهي نازلة. ميلة. مش ممكن يا جماعة عشان تقدر توصل للليجامنت وتقدر تكونه لازم تمشي قدام الكنال ولا لا؟ أمال هتكون الليجامنت ازاي؟ يبقى أمر طبيعي. أول عضلة ألاقيها قدام الكنل عضلة بتنزل in oblique direction وهي نازلة تكون الليجامنت لازم في نفس الوقت بالغصب عنها هتضطر تمشي فين يا جماعة؟ قدام الإنجوينا. اتنين. مين العضلة رقم اتنين اللي كانت بعد الاكسترنال؟ الانترنال. العضلة دي كانت بتاخد اورجن من هنا اهو. انت وضميرك خدت اورجن من الليجامنت كله. التلتين الميديال ولا اللاترال؟ اللاترال. بعد ما خدت اورجن من التلتين اللاترال لازم تمشي بمين؟ هتبدا تطلع كده اهو. العضله بتطلع كده مايله اهي. انت وضميرك مشيت برضه قدام الكنل ولا لا؟ يا ترى مشيت قدام الكنل كلها زي الاكسترنال اوبليك ولا اللاترال هاف بس؟ هي مشيت يا جماعه قدام الحته دي والله ما حصل. يبقى مثلا طب وانت عرفت انها هتمشي بالحته دي بس ازاي؟ اكمن انا مذاكر الاورجن قبل كده وعارف ان انا باخد اورجن
من اللاترال تو سيردس اوف انجوينال ليجامنت. يبقى مثلا مين قدام الكتف؟ لازم تقول لي عبارتين. واحد وتقول زي ما هجاوب كده اكسترنال اوبليك ماسل قدام الكنل بكامل طولها، لانها فعلا قدام الكنل بكامل طولها. يا جماعه كلمه بكامل طولها along its wall lengths، along its wall lengths. اتنين الانترنال اوبليك قدام الكنل بكامل طولها ولا اللاترال هاف بس؟ اصل كده انت عرفت قدام الكنل في عضلتين. طب كده يا جماعه انا هشيل جزء من الفايبر عشان الرسمه ما تتلخبطش. خلاص مفيش داعي ارسم الفايبر دي طويله اهي، بس انت شفتها بعينك ماشيه قدام الكنل ولا لا؟ تعالي نص يا جماعه، الميديا لاف ولا اللاترا لاف؟ اللاترا لاف. انما بصراحه الانترنال اوبليك في جزء بيطلع من هنا انا ما طلعتوش. مش انتوا قلتوا من اللاترال تو سيردس؟ الجزء اهو برضه طلع مايل اهو. انت وضميرك مشي قدام الكنل يا جماعه، لحقها خالص والله العظيم لا يمت بصله بالكلام. طب وبعدين؟ الفايبر دي من الانترنال اوبليك طلعت حقها مشي قدام الكلام؟ لا. وما راحت فين؟ حق فراغ يا جماعه. الفايبر هتعمل ايه؟ الفايبر هتبدا تعمل كيرف اهو. اقول لكم يا جماعه الكيرف ده اسمه ايه؟ اسمه ارشنج فايبر. يعني الفايبر اللي عملت ارشس. انت وضميرك الارشنج فايبر بتاعه الانترنال اوبليك مشيت قدام الانجوينال كانال. والله ما حصل. طب مشيت ورا الانجوينال كانال برضه؟ لا، مشيت فوق الانجوينال كانال. يبقى مثلا من فوق الانجوينال كانال اوعى تقول انترنال اوبليك. اقسم بالله هتغلط. ليه؟ لان انا لسه واخد الانترنال اوبليك كانت جزء منها ماشي قدام الكنل ولا لا؟ لازم توصف صح ارشنج فايبرز اوف انترنال اوبليك. اوعى ما تقولش ارشنج فايبر، يبقى انت كده بتستعبط. ده جايز انت قصدك ان فوق الكنل الجزء ده من الانترنال اوبليك. ده جايز ده قصدك، مع ان قدامنا انا بقى عشان اوضح قصدي ابقى دقيق جدا في الفاظي. الفايبر دي ما دام عملت ارش يبقى اسمها ارشنج ايه يا جماعه؟ فايبر. رائع. نكمل. مين شاطر يفكر هو الانترنال اوبليك طلعت من انهي جزء في الليجامنت؟ طب هي العضله الثالثه اسمها ايه الاول؟ ترانسفيرسس ابدومينس. اللي زاد كانت بتاخد اورجن
من اللاترال وانسرد بس اهي. بصوا يا جماعه، طب حد يقدر يقول لي انا رسمتها في الحته دي النقطه ليه؟ عشان هي ورا الانترنال اوبليك. لازم اعمل كده. العضله دي كانت بتاخد اوريجن من اللاترال وانسرد بس. انت الضمير مشيت قدام الكمال يا جماعه، اقسم بالله ما حصل. اظن لغايه اللحظه دي مفيش قدام الكمال غير حاجتين. مين رائع يقولهم يا جماعه؟ الاكسترنال اوبليك في اي حته في الكمال بالظبط؟ بكام الضلع؟ الونج اتس وول ليبس، انما قدام اللاترال هاف بس حته من الانترنال اوبليك. يا جماعه لو انا مش عارف كل عضله بتطلع منين، والله كانت دماغي برضه، انما انا احتمال اكون فاهم نوعا ما، لان انا متاكد من الاورجن بتاع كل عضله. الترانسفيرسس بتطلع من اللاترال وانسرت اهو. طب وبعدين؟ وبعدين هتمشي كده اهي، وبعدين هتمشي كده يا جماعه اهي اهي. مين شاطر يقول عند النقطة دي بدأ يحصل اتحاد بين الفايبر؟ مين معنا؟ الارش دي تبع عضلة ايه يعني؟ انترنال اوبليك مع الترانسفيرس، وينتج من الاتحاد تندون كان اسمه كونجوينت تندون اهو. اللي زي الكونجوينت تندون ده كان بينزل لانه لازم يمسك في البيوبيك كريست. يلا يا جماعه نزلوا سوا بعد اذنكم. الكونجوينت تندون بينزل اهو، ادي الكونجوينت تندون وهو نازل اهو. استنى، المفروض ناخد الفايبر دي نوديها تمسك في البيوبيك كريست. يلا يا جماعه، نزلت مسكت في البيوبيك كريست اهو. من رائع يقول لي بما يرضي الله انا خدت الفايبر كلها وديتها البيوبيك كريست. دكتور انت ما خدتش الحبه دي انت نسيته؟ اه والله صح. الحبه دول هيخبطوا دلوقتي في الكلام فبيمشوا وراها فبرسمهم منقطين اهو. هو يا جماعه لو كملوا للاخر هيقدروا يوصلوا الليجامنت اسمه ايه؟ من رائع يقول لي مين اللي مشي ورا الكنل لغايه دلوقتي؟ حته من الكونجوينت. يبقى لو سالت مين، يلا يا جماعه نجاوب كده لو سمحتوا، مين قدام الكلام لغايه دلوقتي؟ الاكسترنال والانترنال. اللي كان فوق الكلام قبل ما الرسمه تتلخبط كان في فايبر اسمها ايه يا جماعه؟ كون ارشنج فايبر اوف انترنال اوبليك. وبعد كده الانترنال اتحدت مع الترانسفيرسس وعملوا تندون اسمه كونجوينت.
معلوماتي القديمة إن كان المفروض ينزل يمسك في مين يا جماعة؟ في البيوم الجريس ونزل. بس أنا النهاردة لاحظت إن مش كل الفايبر وصلت البيوم الجريس. في حبة فايبر اضطروا بالغصب عنه يمشوا ورا الكنال. يبقى المسألة من ورا الكنال تقول لي جزء من اجزاء مين يا جماعه؟ الكونجوينت. تعال اقول لك معلومه كمان واسيبكم تتكلموا. واحد، في حاجه كمان ورا الكلام. طبعا الحاجات دي مرسومه في المذكره اجزاء وفي الاخر متجمعه في جزء، لان انا لو دخلتك برسمه ايه ده؟ انت بتلون يا دكتور؟ انت بتحب الالوان؟ ايه اللي انت رسمه ده؟ خيمه، خيمه والناس عايشه جوه، دي ماسوره الميه اللي في الخيمه. دلوقتي الرسمه هتتعقد زياده بمعلومه. من شاطر يقول لي هو مين اللي ورا الجبل لغايه دلوقتي يا جماعه؟ الكونجوينت، صح؟ طب الليجامنت ده اسمه الجوينا ليجامنت. شايفين يا جماعه الجوينا ليجامنت ماشي ازاي؟ اهو رايح ناحيه الشباك اهو. الميديال بارت بتاع الليجامنت بيطلع منه شويه فايبر. انا هشيل الاخضر ده كله عشان ما يدخلوش ببعض. هيطلع منه شوية فايبر من الليجامنت. أهم. من شاطر يقول لي الفايبر دي بعد ما طلعت من الميديال بارد بتاع الليجامنت هتخبط في مين دلوقتي؟ في الجوينا الكلى. برضه هتمشي وراها. وهي ماشية وراها. هتلاقي مين وراها اصلا؟ الكونجوينت. يبقى لازم ادرس العلاقه بينها وبين الكونجوينت كمان. هتمشي ورا الكنل اهي فهرسمها لقطه. هتقول لي خلاص يا دكتور هي مشيت ورا الكنل، بس يا دكتور ورا الكنل في كونجوينت. هي بتبقى قدام الكونجوينت كمان. تعتبر بين الكنل وبين الكونجوينت. الفايبر دي ما دام مشيت كده يا جماعه يبقى راحه ناحيه الشباك ولا المروحه؟ يعني ناحيه الليجامنت ولا عكسه؟ بسمي الفايبر دي reflected part of inguinal ligament. ما هي طلعت من الليجامنت بس ما مشيتش في اتجاهه. اذا ورا الكلى الكونجوينت تندون والريفليكتد بارت. طب مين يرتب الريفليكتد والكونجوينت؟ الريفليكتد قدام والكونجوينت وراء. الاسبرماتيك كورد طلع من الفتحه دي اللي اسمها سوبرفيشال انجوينا رينج. هو يا جماعه السوبرفيشال انجوينا رينج دي كانت موجوده في الطبقه رقم كام؟ واحد. يعني بره خالص. معنى كده ان انت لو اتخبطت خبطه بما يرضي الله هعور لك الاسبرماتيك كورد. معنى كده ان الاسبرماتيك كورد محمي ولا في دينجرس بوزيشن يا جماعه؟ في دينجرس بوزيشن. حلو. ارجوك اقرا الانجوينا الكلام دي بكره. وارجوك وانت بتذاكر ارسم انت بايدك. اقنع نفسك، ارجوك تقنع نفسك.
طلع فايبر دي تبقى الاكسترنال اوبليك، طب ارسم وراها على طول الانترنال اوبليك؟ لا، لان الانترنال اوبليك مش بنفس حجمها. ده طلعت من انهي جزء في الليجامنت يا جماعه؟ من لاترال تو سيرفس. طب ارسم بعد اللاترال اللي على طول بعد الانترنال على طول الترانسفيرسس؟ لا، ده كانت لازم تطلع من لاترال وان يا جماعه. اتفضلوا اتكلموا. خلاص يا جماعه لو سمحت. حد يقدر يقول السبرماتيك كورد ده كان بيتعلق من نهايته مين يا جماعه؟ التستس. هو السبرماتيك كورد ده في الاخر كان محمي ولا في دينجرس بوزيشن؟ لا يمكن ربنا يسيبه كده يا جماعه، لا يمكن، لا يمكن. ربنا قرر بعظمته انه يخلق حواليه ثلاث اخطله، ثلاث حاجات بيغطوه. اول حاجه لازقه في تماما اهي، ده انا بس سايب سبيس عشان ابين لك ان ده حاجه بتضحك. بس على فكره يا دكتور كده الغطا ده مش حواليه بس، ده حوالين مين كمان يا جماعه؟ التست. وكمان غطا اهو، كده انت معاك كم غطا يا جماعه؟ ابني الغطا الاولاني مصنوع من الفاشيه، وبرضه الغطا التاني مصنوع من الفاشيه. انت وضميرك، الفاشيه دي حوالين حبل اسمه سبرماتيك. الفاشيه دي تعتبر بره الحبل ولا جوه؟ اكسترنال سبرماتيك فاشيه، حبش. انما اللي لاسقه في الحبل على طول يبقى اسمها انترنال سبرماتيك فاشيا. دول كم غطا يا جماعه؟ والاتفاق كام؟ ثلاثه. الغطا الثالث بين الفاشيتين هو عضله. عارف يعني ايه ربنا يخلق غطا عضله؟ يعني عايز يحمل السبرماتيك كورد صحيح. عضلة ايه؟ لسه هناخدها ان شاء الله النهاردة، بس بنعرف اسمها، اسمها على اسم الكريم اللي احنا بنحطه ده، الكريم والجل اسمه العضلة، اسمها كريم. هو ده اسمها كريم اهي، بس المقطع التاني مش ماشي مع كريم خالص. كريم ده يعني نعومة وحاجات دي، اسمها كريمستريك. كريمستريك. عارفين يا جماعة العضلة دي اما نتكلم فيها ان شاء الله، أول ما تعمل كونتراكشن الخصية بتتشد لفوق شوية. المهم سعادتك بقى بتشرب الحتة دي، أقول لك إزاي؟ هو كده الحبل حواليه كام غطا يا جماعة؟ أسألك رتبهم لي. يبقى دكتور الأول وبغمض عينك ما تنساش، الأول اكسترنال سبرماتيك فاشيا، اكسترنال بره، يبقى انترنال سبرماتيك فاشيا بعديها، وبعد كده الكريماستر المصري. خطأ كبير جدا بنلاقيه في الورقة.
العضلة بين الفشيتين يبقى external spermatic fascia كريمستريك مصل، واللي لازقة في الحبل اسمها spermatic fascia، وتحديدا internal. الحبل ده انا هجيب مشرط، ودي اخر نقطة في الحس، لا مش اخر فكرة، بقول اخر نقطة. الحبل ده هجيب مشرط وعايز اتفرج عليه من جوه. في محتوياته ايه يا دكتور الحبل ده؟ واضح يا جماعة ان محتويات الحبل ده بصفة عامة المفروض تخدم الخصية. العقل يقول كده بصراحة. تعال نشوف محتويات الحبل. بس هسأل سؤال كمان شوية فأعتقد هتبقى نسيته. مين العضلة اللي حوالين الحبل؟ اسمها ايه؟ لا قولوا تاني معلش اسمها. يعني في عضلة حوالين الحبل ولا مفيش؟ اسمها ايه يا جماعة؟ ادعوني لو افتكرتوها بعد 3 دقايق. اسمها كريمستريك مصر. انا دلوقتي عايز اعرف الحبل ده جوا ايه. الحبل اسمه اسبرماتيك كورد. لازم كلمة كورد تلفت نظرك. ليه يا دكتور لازم ليه؟ اقول لك انا ليه؟ ما كنا يا جماعة نسميه سبرماتيك استراكشر او سبرماتيك تيشو. او الله اشمعنى كورد يا دكتور؟ وساعتك طالع البلكونة تكون انت بتحب مثلا وقاعد بقى ومغمض لي في البلكونه الواد عايش وماسك الحبال بتاعه الغسيل. انت مغمض، عارف لو انا قلت لك جريحه تقول ده حبل يا دكتور، عارف ليه؟ الحبل ده ليه احساس معين. انا لما بمسك الحبل بين صوابعي بحس ان انا ماسك كورد، ماسك حبل. طب ما انت لازم تسالني ايه اللي مدي لسبرماتيك كورد الاسم ده؟ ايه اللي جواه خلاك تحس انك ماسك حبل فعلا؟ اللي جوه السبرماتيك كورد المسؤول عن احساس الحبل حاجه ناخدها بالتفصيل في البلبس، الوعاء النقي للحيوانات المنوية اسمه فاز ديفرانس. فاز ديفرانس ماشي ازاي؟ ده مش شغلتي في الابدومن اصلا. ان شاء الله في البلبس ده عليك خير. المسؤول عن احساس الحبل يا جماعه الفاز ديفرنس. عارفين يا جماعه السبرماتيك كورد ده جواه كام حاجه؟ الشعب كله يعرف 9 حاجات. عشان كده في الشفوي لو سالك ايه محتويات السبرماتيك كورد، لو انت قلت له اه اللي هم 9 حاجات يا دكتور، والله العظيم بدون مبالغه ممكن يغير السؤال. خلاص الواد بيقول لي 9 حاجات يا دكتور، احتمال تكون مش عارفهم اصلا، بس يكفيك فخرا ان انت عارف ان هما 9 حاجات اوعى تنسى الرقم. المسؤول عن احساس الحبل اسمه فاز ايه يا جماعه؟ ديفرنس. والله لو احنا عايزين الفاز ده يعيش يا جماعه لازم شرايين تتخلق تغذيه. امال هيعيش ازاي؟ اسهل اسم شريان في التاريخ اسمه الشريان اللي رايح للباص، اسمه
أرتري بوفاز. والله العظيم يا ريت الشرايين كلها الشرايين اللي رايحة للمخ أرتري تو بري، اللي رايح للكلي أرتري تو كيدني. وحتى لو سألك أي سؤال مين بيغذي فلان؟ مين اللي بيغذي الاسبرين؟ أرتري تو سبرين يا دكتور. أول ما مرة بسأل ولد في الشفوي بقول حضرتك في الابدومن ان في شرايين كتير على اسم الاورجان. ازاي؟ الناس كلها تعرف ان كلمه اسبرين يعني اسبرين، وكلمه ليفر يعني هيباتيك. اقول للولد الشريان اللي بغزل اسبرين اسمه يا حبيبي، ولقيته ضايع بقى اسبرينك ارتر يا دكتور. ايه؟ طب بتاع الكبد اسمه هيباتيك يا دكتور. علم بس على مين؟ قلت له طب بتاع الحويصله المراريه اسمه ايه؟ ده حصل فعلا بس مش اسمه سيستك، مش ماشي مع الجلاء. وقف ده الحويصله المراريه، والله سيقول لي هتجيب لي المراعرع. المهم انت تعلم اثنين من اصل تسعه. تمام. هو يا جماعه الحب كان متعلق من اخره ايه؟ التست. اكيد الحبل بيخدم التست. انسى، امال متعلقه منه ليه؟ عارفين التست دي عشان تعيش محتاجه شرايين اكيد، ومحتاجه اورده. ده محتاجه شرايين واورده بالهبل. اول ما عدد كبير صحيح الشرايين والأوردة بتوع التستس بيمشوا برضو جوه الحبل. أمال بيوصلوا لها ازاي؟ شرايين التستس اسمها تستيكولار أرتريس، وأوردة التستس اسمها تستيكولار تيكولار فيرس. عارف لو انت نجحت في ثلاثة واربعة اعتبر ان خلاص الدنيا خلصت. ليه يا دكتور ما نجحت اهو؟ يا عم نجحت اهو مسافة. مش لازم تقول التستيكولار ارتريس دي بتطلع منين؟ ومش لازم تقول لي التستيكولار فينس دي اقول عليها بتطلع منين ولا بتصب فين؟ بتصب فين؟ الاوردة يا جماعة ما بتطلعش، الاوردة بتصب. هي دي المشكلة. نتفق بقى يا جماعة اتفاق اقسم بالله حيوي الى ابعد الحدود، وجايز تشكرني عليه في وقت من الاوقات. فاكرين في الجراد بتاعت القلب كان بيطلع شريان اسمه السندنج ارت، بيعمل عرش والقرش ينزل يبقى ديسندنج. الديسندنج اورطة ده زي ما خدناه في السوركس، يوصل للسوركس الاخر يبقى هيخبط في الضيفرام الحجاب الحبس. بيعدي الضيفرام يبقى كده الديسندنج اورطة بقى في البطن ولا لا؟ اول ما بيوصل البطن بيتغير اسمه الى ابدومينال اورطة. يبقى مفيش فرق، الابدومينال اورطة هو الديسندنج اورطة، بس كمنه بقى في البطن. قلنا نقول عليه ايه يا جماعه؟ ابدومينال. الشريان ده بيبقى قدام العمود الفقري مباشره. لسه طبعا هناخد التفصيل. اي حاجه مزدوجه في البطن. يعني ايه يا دكتور مزدوجه؟ يعني في منها يمين وشمال. لو سالتك شرايينها بتطلع منين؟ تقول لي من الابدومينال اورطة. تعال ناخد امثله. ان شاء الله
الكلية مفردة ولا مزدوجة؟ مش انت عندك كليتين؟ يبقى الشرايين بتاعتها تطلع من الابدومين الاوض. الخصية مزدوجة ولا مش مزدوجة؟ يبقى الشرايين بتاعتها تطلع من الابدومين الاوض. المبيض مزدوج ولا مش مزدوج يا جماعة؟ مزدوج. يبقى الشرايين بتاعته تطلع منين يا جماعة؟ من الابدومين الاوض. يبقى من غير ما اقول اكيد التستيكولار ارترس بتطلع من الابدومينال ايه يا جماعه؟ اربعه. المشكله بقى التستيكولار فينس دي بتصب فين؟ بتصب في وريد قدام العمود الفقري برضه، طوله نفس طول الأورطة تقريبا بالظبط. الوريد اللي قدام العمود الفقري اهو اسمه اي في سي انفيريور فينا كافا. لقيت الولاد في اول مجموعه عملوا لي مشكله، قررت احترم نفسي في بقيه المجموعه في العالي في الكيس. لقيت الواد بيقول لي انت يا دكتور اديتنا القلب زمان وقلت لنا ان البتاعه الصغيره اللي انت هتدخل فيها العصايه دي هي دي الاي بي سي يا دكتور. اه والله بضحك عليك، انت افتكرت ان دي كل الاي بي سي اللي المفروض تاخد الدم الغير مؤكسد من الاجزاء السفليه في جسم الانسان كله؟ يعني الدم اللي في رجلي ساعات يدانه طالع في الهواء لغايه ما يوصل السوركس عشان يدخل في الارض ويزال. ازاي يا جماعه الاي بي سي؟ ايوه سياره في السوركس بس في الابدومين بطول الابدومين كلها موجودة قدام العمود الفقري اه وتسمى اي بي سي. القاعدة بتقول سامعوني كده يا جماعة، اي اعضاء مزدوجة في جسم الانسان ما دام في بطنه شرايينها تطلع منين؟ في الابدومين الاوض. اوردتها لازم تصب في الانفيريور فينا كافا. واللي مش مصدق هي الكلية يا جماعة اهي، ادي الكدني اهي وادي الكدني الناحية التانية. طبعا الكدني بتبقى مزدوجة، يبقى حسب القاعدة المفروض الأوردة بتاعتها تصب فين يا جماعة؟ في الانفيريور فينا كافا. تعالوا نشوف كده، فعلا الأوردة بتاعتها صبت في الانفيريور فينا كافا. عدها العين بصراحة أوردة الكلية تسمى رينال فينس. ما كلمة رينال يعني جلوي. وانت يا دكتور رسمت كده مش على الكلية ولا الخصية؟ يا واد بشرح على الخصية. الخصية برضه بتبقى مزدوجة. هرسمها يا جماعة فوق شوية عشان بس تقدروا تشوفوا. هنرسمها هنا مثلا. أهي. المفروض هي تحت بصراحة. الخصية مزدوجة ولا مش مزدوجة؟ المفروض الأوردة بتاعتها تصب فين؟ في الـ IPC. تعال نشوف. الوريد بتاع الخصية اليمين أهو واضح إنه قدر يصب في الـ IPC. عدى العين محترم وقف.
وما اللي بنطلب من احنا نكون من اهل اليمين يا رب؟ محترمين بتوع الجنه. الواحد لما بيبقى اخلاقه مش كويسه بقول له الواد ده شمال. انتوا عارفين طبعا الالفاظ دي دلوقتي. شمال. تعالوا كده نتفرج على وريد الخصيه الشمال. المفروض حسب القاعده يصب فين يا جماعه؟ في الاي بي سي. تعالوا نشوف. لا ركزوا معايا يا جماعه لو سمحتوا، مش عايز كلام. اهو الوريد اهو طلع من الخصيه الشمال. انت رايح فين يا عم؟ يا حبيبي الاي بي سي اهيك. خلاص كده انا بخد كده. طب يلا بقى يلا دم طلع يا عم الحاج. الاي بي سي اهيك. ما رضاش يصب من الاي بي سي. اول استثناء للقاعده هو حفل يتمشى. واضح انه لو اتمشى في الاخر كده يبقى صب فين يا جماعه؟ في الرينال ولا في الليفت رينال؟ الليفت رينال. اول استثناء للقاعده هو الليفت تستيكولار فين. مرضاش يصب في الاي بي سي. قال لك انا بعتمد على نفسي. مبروك عليك يا اخويا، اعتمد يا اخويا. ده انه طالع ما لقاش مين يا دوب ايه؟ الليفت رينال فين. مين يقول لي؟ كده الوالدين التستيكولار نفس الطول. مين الافضل؟ طبعا الدم بيتحرك من تحت لفوق. الدم بتاع الخصيه الشمال، سوري بتاع الخصيه اليمين، في ثانيه هيوصل الاي بي سي. طب تعالى بقى نشوف الدم بتاع الخصيه الشمال. جايز ما يوصلش النهارده اصلا. ياه الدم خد وقت طويل قوي. طبعا هو مش طويل قوي، ده دوره دمويه يا جماعه. معنى كده ان الدم ياخد فتره اطول في الوريد الشمالي. الدم يقعد يستنى فتره اطول. كل شويه الوريد الشمالي يوسع يوسع يوسع. الدم بقى ما بيتخلصش منه بسهوله. اقول لكم اسمعوا عن حاجة اسمها دوال الخصية. الدوال باختصار هي اتساع الأوردة. لو أنا سألتك الدوال تحصل أكتر في الخصية اليمين ولا الشمال؟ طب ليه؟ عشان الوريد الشمال أفضل. بصوا يا جماعة، عامل مع ليفت رينال زاوية زاوية قايمة والله العظيم. على فكرة ده يصعب حتى دخول الدم، لأن الدم اوريدي بيبقى ماشي كده. أهو. يعني الدنيا وهو الليفت رينال ده حتة صغيرة خالص. عشان كده لو سألك في الشفوي دوال الخصية مور كومن اون ذا رايت سايد ولا الليفت سايد؟ وقول له على الليفت واتقل. ليه على الليفت يا حبيبي؟ والله يا دكتور اصل هي القصه في والدين، واحد رايت واحد ليفت. الرايت يا دكتور حضرتك بيصب دايركت في الاي بي سي فما خدش وقت على طول يا دكتور ثانيه. انما الليفت تستيكولار احنا خدناه في ثلاث حصص يا دكتور عشان يصب. اهو إذا لازم تعرف دوالي عنه. الدوالي تسمى فيفي. مش فيفي. فيفي كلامي محدد. يعني إيه يا دكتور فيفي دي؟ بص فيفي مش ماشية مع اسم خالص. البي الأول البي الثانية يعني بيت. دي سهلة.
المشكلة في أول دين اسمها ذاليكوس. سعادتك بتحب بقى تنطقالي ايه؟ عايز تبين لي الكوس. الله ذاليكوس ذالي اللي هي دكتور حضرتك اللي هي الذاليكوس يا واد اسمها فالكوس لازم تبين لي الكوس ببينه في الكتابة كوس انما في النطق هتقول لي كوس اسمه فالكوس ما تطولش بل حتى ما تاخدش وقت كتير بالشرح فالكوس بيت الفالكوس بيت هي دوال الخصية وعلى فكره انت كده هتستغرب ان انا من اصل 9 قلت 4 بس اقسم بالله ده يتكوت حالي يلا مش احنا خدنا قبل كده اي مكان في العالم لازم يبقى فيه شرايين وعصب او ردة وحصب بس مفيش نرفات صح طب سيبوا دلوقتي مش وقت وقلنا بنلف حوالين الشرايين سمباثيك فايبر ولف اي حاجه اشتغلناها جنس راجع الاكزيلا راجع الكيوبيتا الفصه راجع الاناتوميكال ستاب بوكس بتاعت الشمالين راجع اي حاجه طب ما انت كده وصلت لست حلم ما هو رقم 5 سمباثيك فايبر حوالين الفيزيكس رقم 6 لب حوالين الفيزيكس برضه حلو يبقى انا كده وصلت لست ادخل على 7 كمل كمل احنا قلنا في نرفات ولا مفيش في البتاع دي؟ لسه انا ما قلتش ليه هو انت عايز نقول نرفات؟ هي في عضلات عشان اقول لك عايز نرفات؟ في عضلات؟ مين دي يا اخويا؟ الكريماسترين يبقى رقم 7 يغذي العضلة اللي اسمها كريماسترين اللي اكيد اسمه على اسمه كريماسترين نير استنى العضلة دي عشان تعيش عايزة شريان كمان اكيد اسمه على اسمها كريماسترين ارتر وصلت انت مليان في لحظة قلت لك ان بيصبر ربنا بيرسمها يا جماعة انت شفت بقى لو نسيت كلمة كريماستر كان حصل ايه؟ كنا خدنا ساعتين كمان اذا متبقي سعادتك رقم 9 لان هما فعلا 9 حاجات لا لا شباب عشان نخلص انا تعبان اكتر منها من المصر 9 الناس كلها تعرف ان ربنا بيخلق الخصيه في كيس اهو مش مهم بقى نرسم الخصيتين في كيس اسمه سكروتم مش مهم الاسم دلوقتي اسمه سكروتم هل تعلم ان اول ما ربنا خلق الخصية كانت في بطن سعادتك فوق والله العظيم ما كانت في الكيس اقول لك فين بالظبط البطنة كانت جنب الكلية كمان طب ما يا دكتور لازم تنزل عارفين يا جماعه بتنزل ليه؟ الكيس ده ما بيبقاش في فات الحاجه اللي ما فيهاش فات درجه حرارتها بتبقى قليله طب ما ده حلو عشان الحيوانات المنويه الحراره يا جماعه العاليه بتموت الحيوانات المنويه طبعا بطن سعادتك تخين ورفيع فيها فات يبقى حرارتها اعلى لو تنيتها كده الحيوانات المنويه كلها تموت
ويحصل تمر في الخصيه نفسها، وسهل جدا يحدث سرطان الخصيه. مش على قد ان انت ما تخلفش وبس، ما انت بتقول مش عايز عيال. انا مقضيها. ايه يعني اقول مقضيها؟ لا اقصد الكلمه مظبوط. بلاش النفوس كده على طول الفكر السيء سيء. معنى كده ان الخصيه لازم تنزل يا جماعه. السنه الجايه هناخد طريقه النزول في الامبريولوجي. على فكره ممكن وهي لازم تخرف. ازاي؟ هي المفروض تنزل تدخل الكيس صح؟ لا هتنزل كيس. تنزل قدام الطرف السفلي هنا. اه والله دي كلها مشاكل هتعملها. طب والحل؟ الحل ان ربنا رحيم بيه. ربنا بيخلق مرشد اهو. طبعا يا جماعه المرشد ده مصنوع من الفايبرس تيشو. لو الخصيه نزلت واحترمت نفسها ونزلت على المرشد هتوصل الكيس ولا لا؟ المرشد ده اسمه ايه يا دكتور؟ ده حاجه كويسه والله. اسمه لا سكرتا ده الكيس. المرشد الاحمر ده المصنوع من النسيج اللي فايبرس تيشو يسمى بروسيس. ما هو كلمة بروسيس يعني امتداد أو بروس. بروسيس فاجينالس. ساعات هتقول لي يا دكتور فاجينا اسمها القناة المهبلية في الفينيل. يعني يا دكتور الخصية تنزل على القناة المهبلية في الفينيل عشان توصل للكيس؟ لا كلام مش منطقي بصراحة. أيوه طبعا كلام مش منطقي. وما يا دكتور مين قال لك إن فاجينا يعني القناة المهبلية بس؟ لا. كلمة فاجينا يعني جزء مدفون غير ظاهر. طب ما هو الحتة دي ما بتبقاش باينة صحيح. عشان كده اسمها بروسيس فاجينالس. هو يا جماعه بعد ما الخصيه نزلت انت لسه عايز البروسيس فاجينالس في حاجه؟ ولا او ما عادش ليها لازمه؟ بتتقطع حتت بقى ليها قيمه؟ اختفت؟ لا. الورق اللي انا قطعته في ايديا اهو هيفضل منه بقايا، وكلمة بقايا اسمها ريمينانت. ريمينانت يبقى رقم 9 ريمينانت اوف بروسيس فاجينالس. المعلومة الأخيرة، أنا قلت في أول الحصة الانجوينا الكنل اهي يا جماعه اهي. الضغط في البطن ممكن يزيد قوي. انا ضربت لك امثله. واحد عنده كحه مزمنه ممكن تلاقي ضرب كل الليل. وانت بقى يا عم عايزين ايه يا عم؟ يا واد عيان كحة مزمنة ما بتخفش. وده كان زمان بيحصل في مرضى السل. اختفى بقى السل الحمد لله. الله ما يجيش تاني. واحد عنده امساك مزمن. عارف يعني ايه امساك مزمن؟ يعني ما يقدرش يستخدم الحمام الا باستخدام ملين. واحدة ولدت قبل كده 15 مرة. شايفين يا جماعه الضغط زاد جوه بطنها كم مره؟ 15. ايه اللي بيحصل؟
حد يقدر يقول لي الفتحه دي كانت جوه واسمها ديب انجوينا الرئه، والفتحه دي بره واسمها سوبرفيشال انجوينا الرئه؟ هو الضغط يا جماعه هيزيد على حاجه ولا على كل الابدومين؟ كل انا معاك. اسمها انتستين، الامعاء الرفيعه طولها 6 متر. عارف لو الضغط ده انت ما عرفتوش تظبطه يبدا يزق حته من الامعاء تنزل جدس اهي، ادي حته الامعاء اللي اتزقت. شايفين يا جماعه دخلت جوه الكنال ازاي؟ اول مشكله ممكن تخنق السبرماتيك كورد، ما هو جوه، وبعد كده طلعت من الفتحه اللي اسمها ايه يا جماعه؟ سوبرفيشال، يعني بقت ظاهره، يعني مغطيه بجلد بس، يعني العيان يقدر يشوفها. العيان يجي لك العياده يقول لك يا دكتور في كلبوعه كده ظهرت لي في منطقه الانجوينا، طبعا مش هقول الانجوينا هنا بس يا دكتور كلبوعه غريبه قوي. ليه يا حبيبي؟ تصور يا دكتور ان انا بقدر ارجعها من ايديا، دي حاجه كويسه؟ كويسه ليه يا دكتور؟ والله بيقولوا كده. كويسه ايه يا دكتور؟ ده انا اول ما رجعت الكلبوعه من ايديا وكحيت لقيتها نزلت تاني. طب ما هو طبعا لازم تنزل تاني. طب حد يقدر يقول لي نزلت تاني ليه؟ مش انت لما كحيت زودت الضغط جوه تاني؟ ده اسمه الفتح، اسمه هرنيا، اسمه هرنيا. او ايه يا جماعه؟ فتح. مين شاطر يقول لي؟ الهرنيا تحصل اكتر في الميل ولا في الميل في الحته دي؟ مش فاهم، عشان انا قلت اول حصه ان دي اوسع، يبقى الميل يحصل له هرنيا اكتر. بقيت الامراض بقى اللي هناخدها تحصل في الفيميل اكتر كلها كلها. يبقى اللي يحصل اكتر في الميل هي الهرنيا. افتح سعادتك انفسك. هات رقم 4 شرطة، 4 شرطة، الصفحة رقم 4 شرطة، جبتوها يا جماعة؟ هات في البيانات رقم 8 و9، اشطب، اشطب في البيانات أرقام 8 و9. ماشي يا جماعة؟ اقلب الصفحة، رقم 5، آخر سطرين كنا حاطين عليهم علامة استفهام، شيل علامة استفهام، مش تشطب، بقول لك شيل علامة استفهام. طبعا يا جماعة المذكرة دي أنا عايز بعد ما نخلصها يعد عدد صفحاتها المكتوبة كام؟ وعدد صورها كام؟ اه والله ده مش لاقي كلام اشرحه. هات صفحة 14 شرطة، 14 شرطة، اقرا معايا أول سطر مكتوب The lower border of middle part of، يبقى احنا وصلنا لكلمة ايه؟ اوف. زود بعدها بوستيريور وول اوف، بوستيريور وول اوف،
زودنا ثلاث كلمات. بوستيريور وول اوب. هات لي بقى صفحة 16. صفحة 16. هات السطر رقم 7 في رقم 8 في الصفحة. مكتوب ايه؟ The posterior wall formed of ومكتوب الرسم صار. 6 شرط و17 شرط. زود و17 شرط تاني. و17 شرط تاني. استنى ما تتحركش. تحت الرسم صار على طول. مكتوب سي reflected part of inguinal ligament صح؟ اكتب انظر اولا صاد خمسة. انظر صاد خمسة. رسومات بقى رسومات 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 الله رسومات. هات صفحة 19 السطر التالت في الصفحة بينتهي بكلمة سيريليار صوف صح؟ اشطب كلمة اوف واشطب كلمة فاشية اللي بعدها. بعد كده هات لي السطر رقم 8 من تحت. مكتوب left testicular vein drain into صح؟ هي كلمة drain into يعني يصب فيه يصب فيه. left renal vein اكتب على renal vein الوريد الكلوي الوريد الكلوي. اخر حاجة هات 21 هات رقم 9 فوق مكتوب ريمينانت صح؟ اكتب على ريمينانت بقايا بقايا. بعد كده عندك عنوان اسمه هرنيا صح؟ احنا النهارده ما خدناش الا يعني ايه هرنيا دي؟ بلاش الهرنيا خالص يبقى احنا واقفين عند تلك الحتة مع مجلس.